مرة أخرى يعاود الإرهاب والتخريب استهداف البنى التحتية لقطاع الكهرباء، يستهدف أبراج وخطوط نقل الطاقة بالعبوات الناسفة، بغية عزل المحافظات بعضها عن بعض، بغية قطع الكهرباء وإمداداتها عن المناطق. هدفها الرئيسي بذلك الإيغال بأذى المواطنين، محاولة للوي ذراع الجهد الحكومي الذي حولته ملاكات الكهرباء والقطعات الأمنية إلى محاولات يائسة بصراحة بإعادة إعمار ما تدمر. الاستهدافات المتكررة لأبراج وخطوط نقل الطاقة يحاول التخريبين منها قطع إمدادات الكهرباء حتى عن المستشفيات ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه، وأقصد بذلك المشاريع الحيوية التي تمد بالكهرباء من خلال الخطوط الناقلة. الاستهدافات في محافظة صلاح الدين، الاستهدافات اللي كانت على خط باب الإسكندرية، الاستهدافات اللي طالت خط ديالى شرق بغداد، هذه الاستهدافات لطالما حولتها وزارة الكهرباء بشكل سريع وباستنفار تام إلى محاولات يائسة. أعادة إعمار ما تدمر بناء على توجيهات السيد الوزير، استنفرت ملاكاتنا لمكان الحادث رفقة القطاعات الأمنية والعسكرية. بعد تأمين المكان بالكامل جهزت المواد اللازمة، بدأت فعليا إعادة إعمار. إعادة إعمار وبناء الأبراج المدمرة بالعبوات الناسفة لم يستغرق سوى يوم واحد وأقل من 24 ساعة. بذلك تم إصلاح جميع الأبراج المستهدفة. جميع الأبراج، عندنا خط صلاح الدين حديثة 6 نور استهدف في منطقة القناطر بمحافظة صلاح الدين من أكثر من مكان. نعم. يعني استهدف بإسقاط أبراج بعبوات ناسفة، ملاكاتنا باشرت لمكان الحادث وهي تعمل، تم استهدافها من مكان آخر، من مقطع آخر. طبعا الاستهدافات ليش تتكرر؟ طبعا أنا أتكلم عن خطوط طول أبراجها ألف برج منتشرة بمساحات واسعة. نعم. من هذه المساحات منها كثبان رملية، منها مناطق صحراوية تستهدف بشكل تخريبي، ملاكاتنا تستنفر لمكان الحادث رفقة القطاعات الأمنية والعسكرية، تعيد مباشرة إعمار ما يتدمر، وتحرص ملاكاتنا الوطنية أن تعيد إعمار ما تدمر. أنا أسمع حديث من يتحدث عن شركات ومقاولات، من يعيد بناء هذه الأبراج والخطوط وإعادتها للعمل هي ملاكاتنا الوطنية، ومن رصيد حديدنا الاستراتيجي الموجود بمخازن الوزارة. ولله الحمد الجزء اللي يخص المواطنين لم نسمح بأذيتهم، وتم معاودة الخطوط المدمرة بالكامل، الآن هي دخلت حيز العمل.